الهرم. ندخل في موضوع الهرم بصورة عامة. طبعا الأهرامات مش بس الهرم الأكبر، الأهرامات بصورة عامة هي كانت ثقافة تجمع حضارات يعني ما قبل التاريخ كلها. الأهرامات كانت ثقافة عامة، والثقافة العامة يعني دي يعني حضارة قديمة جدا، لها جذور من أقدم من ده كمان، وهنتعرض لها إن شاء الله النهاردة. بس الأهرامات بصورة عامة لها وظائف متعددة. على سبيل المثال يعني لا الحصر، هي كانت من أكبر مولدات الطاقة زي ما قلنا، والأنواع متعددة من الطاقة. طاقة تسمى طاقة الأوربن أو طاقة الفورتكس، أو اللي هي الطاقة الطبيعية المستمدة من الأرض، ممكن نعيد توصيفها. تاني حاجة مولد للطاقة الكهربائية، مولد للطاقة النووية، مولد لطاقة مايكروية هائلة جدا لها استخدامات محددة النهاردة هنشير لبعضها. تاني حاجة إن هي كانت بتعمل كشبكة عامة للحفاظ على مغناطيسية الأرض، وهنشوف الكلام ده كان بيتبع إزاي، لأن الأهرامات كانت بتستخدم على مستوى العالم كجريد واحدة أو شبكة واحدة. الأهرامات اللي هنا وفي دول أخرى. تالت حاجة بقى اللي هنتعرض لها النهاردة واللي الناس ممكن هتستعجب. من فضلك قولي لنا الأهرامات توصفها كانت إيه؟ ما هو توصفها ده هي بتستخدم لكذا وكذا وكذا. طيب. تاني لا المهم بقى النهارده اللي عايزين نتعرض له ان هي كانت بتعتبر من اكبر محطات الاتصالات الفضائيه، وهنعرف الكلام ده ازاي، لان الكلام ده محدش تعرض له تقريبا في العالم العربي قبل كده، والكلام ده وراه محيط من التفاصيل، والكلام ده هو الاهم اللي هنوصله النهارده. لماذا يريدون الهرم الاكبر، او لماذا كانوا عايزين يسيطروا على الهرم كله؟ بس عشان ناخد واحده واحده يا دكتور. ربنا انا بجاوب على سؤال حضرتك توصيف العام. الهرم ده يعني نقدر نقول انه كان قاعده طاقه، نقدر نقول انه كان قاعده عسكريه، نقدر نقول انه كان قاعده ايه، نوصفه ازاي؟ التوصيف بتاعه عباره عن الفانكشنز او اللي احنا قلناه ده، ان هو له اكثر من استخدام في نفس الوقت، يعني وله استخدامات روحية برضو، يعني مش بس استخدامات كتوليد وتوليد طاقة وكذا وكذا وكذا، له استخدامات روحية هنعرفها يعني بالتفصيل النهاردة. طيب اللي اكتشف ده واللي عمل ده كلام ده فيه ما يثبت هذا الكلام؟ طبعا. طيب طب احنا عايزين نشوف حاجة تثبت الكلام ده، ان ده كان طاقة كونية، ان ده كان طاقة ميكروية، ان ده كان طاقة مغناطيسية، ان ده بيعادل كذا كذا، كان هل الأبحاث بكذا كذا؟ طبعا احنا المرة اللي فاتت مرينا بسرعة على طرق توليد الطاقة الكهربائية والطاقة النووية والطاقة الميكروية، ممكن ان احنا نراجع عليها بصورة اوضح من خلال برضو يعني ما عرضناه المرة اللي فاتت واللي هنعرضه ان شاء الله تاني النهاردة. زائد بقى الجزء الجديد اللي احنا يعني هنتكلم عليه فيما يخص الهرم. فالاول طبعا فيما يخص التوليد الطاقة الكهربائية، زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان كان في سيستم كامل لضخ المياه بنظام ترمبات، بنظام حجيرات بيحصل فيها ضخ للمياه. ده كله كانت تحت الهرم. تحت الهرم وهنشوفها ان شاء مسافة الله. مسافة قد ايه بقى اللي كانت تحت الهرم؟ مسافة تعادل تقريبا طول الهرم، ارتفاع الهرم من فوق. يعني في تحت بدروم يعني بالوصف الداري كده على نفس قاعدة الهرم وربما اكبر من قاعدته. البدروم ده كان بيسمى بصورة عامة الأكوافير، أو اللي هو المداخل المائية بنظام هيدروليك كامل هنشوفه برضو دلوقتي بصورة سريعة. في نفس الوقت كان فيه كذا شامبر عبارة عن حجيرات داخلية، والحجيرات دي بيتم إدخال ضغط هواء ليها لعمل فورتكس أو لعمل دوامات، اللي هي بتساعد أكتر على الحركة الدوامية اللي هي بتقوم مطلعة مجالات مغناطيسية من حركة المياه. ودي حاجة معروفة من الطاقات الحرة اللي تم إهمالها، وأكثر من حد أثبتها علميا وعمل عليها وعمل محركات كاملة عليها. قد يكون مثلا من أكبرهم عالم اسمه فيكتور شوبرجر، تعرضنا له قبل كده أنه استخدم الطاقة الحرة وأثبت الطاقة المغناطيسية والكهربائية نتيجة للفورتكس بتاعة المية. هنتعرض طبعا لكل نوع طاقة ذكرناه المرة اللي فاتت، هنشرحه أكتر. الأول مثلا ياريت نشوف صورة بتاعة طاقة الفورتكس، او في الملف بتاع الهرم كمولد طاقه تشوف طاقه الفورتكس. هنمر سريعا اللي هي طاقه الاورجون، دي احد انواع الطاقات، يعني زي ما قلنا هو بيولد طاقه اسمها طاقه الاورجون. طاقه الاورجون دي طاقه طبيعيه وتعتبر من الطاقات الحره اللي كانت بتستخدم في الحضارات القديمه، بيولد طاقه كهربائيه هنشوف تفاصيلها. يعني احنا هنا عندنا كمرور سريع احنا شرحناه المره اللي فاتت. طيب بس البحث ده بتاع مين اللي انت حضرتك مستنده ليه؟ البحث ده بتاع علماء كتير جدا ومعمول عليه كتب كتيرة جدا. هنشوف احد مثلا الباحثين دلوقتي في فيديو اخر
هانس كولر هنشوفه دلوقتي، وفي بس مش شخص واحد يعني، ده مثلا فوق 100 شخص يعني كتبوا فيه، ولهم كتب كتيره من اعظمها مثلا برضو هانس هايجن مثلا عمل كتاب اللي هو بيراميد باور بلانت. فهنشوف مثلا، وبرضو كتب علماء عرب فيه من ضمنهم مثلا دكتور علاء الحلبي له كتاب طاقة الأرجون التي استخدمها القدماء، في علماء كتير يعني يعني في موضوع ده كتير بحثوا فيه، مش حاجة. فنشوف بس الصورة، هي طاقة الأرجون من الطاقات الطبيعية اللي هي بي 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 بتستغل إن الموقع بتاع الهرم، موقع بتاع الهرم في أكبر نقطة دوامية احنا اتكلمنا عليها اللي هي النقاط الدوامية الأساسية على الأرض، فبيستخدم الطاقة الدوامية أو ما يسمى بطاقة الفورتكس الطبيعية، وفي نفس الوقت هو مركزه بالنسبة للأرض بيساعد على تقاطع خطوط الخطوط الطاقة الأثيرية الطبيعية الناشئة عن حركة دوران الأرض، تقاطعها مع المجال المغناطيسي الطبيعي للأرض بتتقاطع في نقطة الهرم اللي هي النقطة بتاعته محسوبة تماما. التقاطع دوت بينشأ عنه ما يسمى طاقة الإثير أو طاقة الأرجون، بتتولد في التلت الأول للهرم اللي هو يعتبر مكان حجرة الملك، دي بينشأ عنها طاقة طبيعية اسمها طاقة الأرجون أو طاقة الإثير. ده الموقع اللي عاملها لوحده، موقع الهرم بس، دي طاقة حرة، طاقة حرة الشكل الهرمي، الشكل الهرمي على المكان بتاعه في التقاطع ده اتولدت الطاقة بالظبط دي. نوع من الطاقات الحرة. في مثلا في موضوع توليد طاقة الكهرباء هنشوف الأول مثلا المجاري المائية، في ملف اللي هو المجاري المائية تحت الهرم يعني ممكن نبص عليها سريعا. طيب تحت الهرم عشان الناس بس مش متخيله، الناس في ناس كتير دخلت يعني الهرم، صور ضخ الماء لاسفل الناس الهرم، كتير دخلت الهرم فمش متخيلين كل الكلام اللي حضرتك هتقوليه بقى للزهور. كل الكلام اللي بتقوليه حضرتك ده تحت الارض، يعني الحجيرات دي معلش يعني نجيب صور متعاقبه ورا بعضها، الحجيرات دي اسفل الهرم، الحجيرات دي كانت حجيرات بيضخ لها الماء، هنشوف ازاي كان في سيستم هيدروليك كامل بيسحب، دي صور للحجيرات داخل الهرم من الباحثين اللي بحثوا فيه اللي اشتغلوا على هذا الموضوع، يعني في مثلا يعني فوق مثلا برضو 100 باحث اللي اشتغلوا على نظام الضخ الهيدروليكي، وفي بقى ابحاث متقدمه جدا جابوا فيها ازاي كان هم بيعملوا ضغط هواء داخل هذه الحجيرات. ده نظام الضخ الهيدروليكي بصوره عامه تحت الهرم، اللي طبعا السطح اللي احنا شايفينه ده هو سطح الارض العادية، سطح الارض العادية تحتيها بقى كان فيه مجاري كاملة نظام هيدروليكي كامل لضخ الماء تحت الهرم بنظام روافع بنظام محسوب تماما. برضو معلش نقلب الصور، يعني ده نظام روافع ونظام ضخ ماء كان متاخد من النيل، يعني نقلب الصور كمان محسوب تماما ان هو هيدروليك بامب، ان هو زي ترومبات زي نظام ترومبات المية العظيمة. وفي كمان اكثر من باحث عمل شغل يعني عمل نماذج مصغرة على دوت عشان يشوف ازاي كانت بتضخ وازاي كانت بتعملها حركة الفورتكس تحت الهرم في الحجيرات اللي بتدخل ليها الماء. معلش كمان يعني دلوقتي معلش خلي الصورة دي شوية، احنا شايفينها هي الحجيرات اللي كان بيتضخ ليها الماء اللي احنا شفناها في الدياجرام اللي فات. النقطة بقى ان هم كانوا بيدخلوا هواء مضغوط بصور طبيعية برضو من خلال الفتحات دي بحيث ان هو يعمل حركة، البرتقالي ده هواء يعني دوت عامل حركة ازاي كانت بيتم ضغط، كان في شنابر ملحقة بمعمول لها نظام كامل من الضغط زي نظام الشافت وزي نظام كذا بتعمل لها ضغط كامل بحيث انها تعمل حركة دوامية. حركة تقليب وحركة دوامية داخل الهرم. دي لها تفاصيل كتير قوي يعني ابحاث احنا نتكلم تحت الهرم مش في الهرم، ده تحت الهرم كله لا ده تحت الهرم كل الاخبار عشان ما نلخبطش الدنيا تحت